تنظيمه ايوه وكل التفاصيل دي. لكن حتى النقطه الاولى اللي بديت معاها عايزه برضو اجي لخالتي حجه وشوف مهم انه يكون في ميزانيه للبيت ولا زي ما كل الاسر احيانا او اغلب الاسر بيقول لك بالبركه يعني خلاص انه ده الشاي وده الفطور وده الغداء مش يعني هو اغلب الاسر بقت عندها وجبتين مثلا زايد الشاي اذا اعتبرناه وجبتين ونص يعني. فالافضل انه يكون في ميزانيه واضحه معروفه انه اليوم ده بصرف كده والاسبوع كده والشهر كده وتتمسك الميزانيه دي ولا تكون مفتوحه وزي ما تيجي تيجي يعني. لا لا زي ما تيجي تيجي ما ممكن تيجي تيجي. زمان ابواتنا الواحد لما يقوم الصباح بيجيبوا لحمته وخضارته، الخضار واللحم والحاجات بخطها وبمشي. الدقيق ده اصلا بيكون مدقق مخطوط بشوال. الدقيق قاعد ولحمتك بتناول لك اللحم الخضار ولا لو هنا اداك يعني معروفه دقيق الحاجه الاساسيه يعني. الدقيق واللحم والخضار يمكن يتناول، لو ما تناول ولا ظروف شغل يمكن يطلع موظف ولا بدري. لو اداهم قروش انا عارف انه اللحمه بكم والخضار بكم وهي حاجه معروفه، لكن في شنو مصروفك ده بقول لك مصروفي الخاص ده حاجه خصوصيتي انا. المصروف اللي بدك ده حق المرأة يعني. هاي بديها مصروف لكن ده حقها هي الخاص لحاجاتها ولا بيجي راجع من بيواتنا بيجي راجعين من السوق بيجي شاري معهم الفواكه بيجي شاري معهم العيش. الواحد الطفل ذاته يكون قاعد متشوق انه ابوي بيسع حجيب العيش ابوي بيسع بيجيب معه من السوق. حسا اسال لك يا طفل تقول لي ده جاب لك تقول لي جابته ماما ده جابه منو جابته ماما وماما القرش ما هو سيطرة صاير القرش لا خدمت الا جابتي يلا دي ما صح والله بتذكر زمان اجي من المدرسه بنكون مستنيين ابوي بيتين يجي عشان يجيب معاه الرغيف حق سوق ام درمان سرق خلاص وبنكون مستنيين شنو عشان يجي شايل الموز البطيخه البطيخه يجي شايله البطيخه دي يا دكتور معاذ الجمعه دي لازم تكون فيها بطيخه هو الجمعه وزمان احنا في الفتح ما عندنا ما في كهرباء بيجيبوا نمشي نجيب التلج نجيب نصلح حق التلج ده ابوي بيكسره وحطه في الدنيا بيحب الجمعه شديد الجمعه فيها ملح الخضره المفرومه القدحه دي الحله كلها قدحه حاجه عامه كده في البيوت فالانا يلا يا مره وراجل متزوجين وساكنين في بيت واحد عنده الاطفال لو ما متفقين على الحياة السلام. لكن الزمن متغير، زمان الابو ده ما بيطلع في زمن معين ومعروف بيجي راجع الساعة كم؟ ثلاثة أربعة مش؟ بس بيطلعوا ثلاثة الصباح اللي يا هذيك وثاني ما معروف يجي. هاتوا بياخذوا لهم قاعدة في المكتب ساعة فراغ، أنتم فراغ بيقعدوا في المكتب، لكن يا الزمن يا أسطوة بتغير، ويا هالحياة الزوجية ويا هالمرة ويا هالراجل. أي مرة وراجلها ما متفقين وما متفق معاها وما عارف هي بتعمل في شنو وهي ما مقتنعة به وهو ما مقتنعة به الضحية الأطفال. في مولا في حاجات عجيبه جدا لكن لو في قناعه اي شيء بيمشي واي انا هسه بتكلم خليه احنا زماننا ده احنا صبرنا صبر ايوب البنات الحسه هذيل الواحدة تنطط في العرس 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 بدايه الصاله ب 200,000 دايرين اللبس دايرين شنو وما عارفين هو العرس ده مسؤوليه صح انت يا الام لما تشي بتقول دار العرس وممكن تجيب احسن زول وريها الحياه الزوجيه ذاتها فيها فيها اسرار فيها حاجات لو جات تكلم باي حاجه قول لها ده سير بينك وبين زوجك يلا الحياه الزوجيه هم مش بيفرحوا بها فرح لكن الا ادخلوا فيها حتى تنعرف يعني أسرار. يلا دخلتي فيها صدمه تقع طيب انت في رايك الميزانيه افضل تكون شهريه ولا اسبوعيه ولا تكون زي ما كانوا ابهاتنا زمان؟ هاي لكن لسه بتكون اليومين دي الميزانيه دي ذات رشا بنت ما قلت لنا الموضوع ده اليومين دي ما قصدناه ونحن عشان ايوه حي استاذه فاطمه شادلي وكل خلف الكواليس اليوم دي احنا الميزانيه ذاتها تعبانه تعب شديد ما في عشان كده عايزين نتكلم عنها اي والله حسنا عندي قريشات في شنطتي شايلاي دخلت قديش انا قالت البيت قالت لي الا بشقي في صف الودي بفتش بفتش كان سمحان كذي والله كان مرحه كان كذي افتش لي هي تارين قاعده تلتصق انت تخيل بقى ما في حاجه والله يا جماعه القروش عباره عن كوستين بس حاجه كده عليها لكن الشعب السوداني ربنا يكون في عونه لازم صابرين صبر عجيب خلاص وربنا بيفرجها لينا ان شاء الله بيفرج يا ربنا يفرج ان شاء الله يعني مع الظروف دي انت برضو رايك شنو يعني احسن مع الحاله دي يعني الناس ترتب باليوم تباصير حته حته شويه شويه من الدكان ولا الناس تحاول تلملم تجيب من سوق الجمله ولا شنو اللي بيحصل يعني؟ اللي بيحصل الله يكفينا شر السماسر والتجار السوق الجشع شديد اللي بيحصل انت ما مشيت الجزاره دي ولا كان ان شاء الله اللي يجيبوا لك الكيلو ده حاسه فيها انا والله واقفه قالت لي اديني الربع تقسموا يقسموا لي نص لا انت ما يعني لكن ما عارفه الناس ميزانيات وكيف في ناس
بيفتكروها فلاحه كل يوم. دي ما مباصره، دي حاجه كويسه مباصره، لكن مباصره في بيتي. لكن في ناس بيفتكروا كل يوم شيء ياخذ من سيد الدكان توم بتوم كده بكده ودول كده وقال لنا كده. لكن لا والله شفت لما تجيبي كثير وتخطيه انت شاطره. ما انا بس قصدت دي، انا عايزه اصل النقطه. انا حاجاتي بجيبها بالجمله شطاره شديد، لانه بيكون السعر اقل اقل، الحاجه متوفره. سيد الدكان ده ما بيربح ربح خيال. الدكاكين في الاحياء دي ربح شديد، لكن المره الشاطره وراجل انت بتكون منها قريب. شوف انه الليل الدولاب ده فوق، افتح الدولاب، افتح الثلاجه، المطبخ، افتح الثلاجه، اسال ذاتي لما تجيب وجبه كذا تحط عليكم هيشكرها لازم. طب الليل الرز ده الليل الرز طلع جميل والله، بكره سوي وجبه المشكله. لكن تاكل وغسل يد وصار وشه كده وبره يضحك زايد ملح وناقص ملح بتاع وخليك حلو واقول حلو وبره يتونس ويضحك كده ما صح. الرجل السوداني ما تكون جاف كده يا اخي. ادينا كلمه كده حلوه.